بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء. Dakle, oni koji čekaju nadu i kupinje da ima mjesta na mahrilu, a ovdje nećemo možda ubijati više zakova. Dakle, mogu što da seću, ali imamo i učinu da se bojim radim. Izviće da odmah uvjeti, evo, procjena je da ćemo danas biti u nama stavljati od faza, pa vas pozivam da se odmah pripremate za kafe i planjane faz na mlazni. Napravite mjesta na mahrilu, vi se pomjerajte naprijed što ima prazno mjesta, popunjavajte sako. بالكافرين. يا
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رضاء لله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. كاجي الله جل شانه: svako živo biće će smrt okusiti, zatim ćete se nama vratiti. وقال أيضا: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. Također Allah dželešanuhu je rekao u suri Al-A'raf: svaki narod, svaki čovjek ima svoj eđel i svoj kraj. I kada dođe taj trenutak eđela, tog dunjalučkog kraja, nikoga ne može ni jedan tren ubrzati niti odgoditi. Draga braćo u islamu, nemam potrebe ništa kazati na ovoj današnjoj dženazi, obzirom da je naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada čovjeku klanja 40 ljudi dženazu namaz, isprati ga na ahiret, taj čovjek je bio dobar i sigurno da ima vrijednost kod uzvišenog Allaha dželešanhu. Ova današnja dženaza svjedoči i svi zajedno svjedočimo da je Zikr rahmetli bio dobar čovjek. Ali dozvolite mi, draga braćo, radi ibreta i poruke nama živima, Zikr rahmetli, naš brat, mnogi od vas to znaju, bio je dobar muđahid u džihadu, u vrijeme agresije na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Nakon toga uzvišeni Allah ga je iskušao bolešću i isto tako bio je dobar muđahid nakon rata, boreći se sa iskušenjem koje mu je Allah dželešanuhu dao. I ono što smo od njega mogli učiti i naučiti jeste kako saburati i šučurati na Allahovoj dželešanuhu odredbi koju čovjeka na dunjaluku zadesi. Znamo i mi također, Zikr rahmetli kao malo dijete ostao je bez svoje majke. I onaj ko je imao to iskustvo da odrasta kao siroče, zna kako je to. I vjerovatno je tako, Allah najbolje zna, da je to jetimsko srce posebno mehko. I on je takav bio u životu prema ostalim ljudima, prema nama živima. Bio je mehkog srca, bio je susretljiv, blag.
bio je na usluzi pomoći svakome koga bi sreo. I također, dakle, nešto što smo od njega mogli učiti, braću. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem također nas uči. Najpametniji je onaj insan. Ili savjetuje nas, često se prisjećajte one koja prekida sve dunjalučke užitke. Često se prisjećajte smrti, braćo. Zikret Rahmetli, naš Zikro, imao je dosta planova u svom dunjalučkom životu još. I neki dan smo pričali. Kupio je karte da sa ženom ode posjeti Medinu, svoju kćerku i zeta. Da obavi umru, da boravi u Ramazanu u Medini. Nakon što se vrati, kaže, onda će otići doktoru pa vidjeti kakvo je stanje sa srcem. Ali Allahova odredba je bila drugačija, braćo. Stoga neka nam i ova današnja dženaza bude ibret i pouka da se pripremamo za ovaj trenutak povratka našem gospodaru Allahu Dželešanu. Braćo draga u islamu, ako je rahmetli Zikret ostao dužan dunjalučkih stvari i dugova, a on odlazi svome gospodaru, onaj ko ne može halaliti dužan je da se javi porodici i nasljednicima da se dugovi namiri i neka se javi ako je bilo kakvog duga. Za ostale hakove, braćo, ja vas pitam, hoćemo li mu halaliti? Hoćemo li mu halaliti? Hoćemo li halaliti? I ja mu halalim, molim Allaha Dželešanuhu da mu se smiluje i oprosti mu grijehe. Molim Allaha gospodara svjetova da mu olakša kaburski ispit i da ga nastani u dženetskim perivojima. Amin. Ya Rabbi al-Alamin. Ridaen lillahi al-Fatiha. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم تاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من
بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقل svako od vas pojedinačno prouči dovu za rahmetli Fikreta Bilalovića. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء.